ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام، ولسه مكملين فقرات وحلقات أسرار الحياة. النهاردة بقى هنرجع لموضوعنا الأساسي اللي هو التشطيب والديكور، موضوع مهم وما زلنا بنتكلم فيه. النهاردة هنتكلم عن الفورنيتشر الأساس، ولما نيجي نتكلم عن الأساس لازم نتكلم عن المصداقية والخبرة في المجال. طبعا موضوع صعب إن أنت تجيب حد وتستضيفه عشان يتكلم شغله، لأن دي أمانة. من الحاجات الكويسة اللي قابلتني على مواقع التواصل الاجتماعي مصنع المحبة ومعارض المحبة، لما جيت تواصلت مع صاحب الكيان لقيته من الشباب المكافحة المجتهدة اللي هي بجد عملت كيان لنفسها، مش مجرد واخد الموضوع سبوبة اخد منك فلوس واطلع اجري، لا واخدها مصداقية ومحبة. لما تيجي تاخد اي حاجة من عنده متأكد 1000000% ان انت هتاخد خامة كويسة، كمان بيبقى فيه ضمان، كمان بيطلع مع الحاجة لحد عندك ويسلمها لك وبيسلم لنفسه قبل ما بيسلم للعميل. معانا ومعاكم النهاردة باشمهندس محمود شعبان عويس صاحب مصنع المحبة ومعارض المحبة. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا النهاردة في أسرار الحياة. في البداية تعرفنا بحضرتك اكتر يا محمود. محمود شعبان عويس، محافظة الفيوم، مقرية العمرية، صاحب مصنع المحبة ومعارض المحبة. طيب محمود، بدأت المجال ده من امتى؟ بدأ المجال ده من حوالي دلوقتي كده 4 سنين، بس اللي انا يا دوبك ان ربنا بدا يفوقني، ربنا فوقني من نجاح لنجاح، بقى لي دلوقتي كده يعتبر سنه يعتبر اللي انا بدات في الاحسن. اسمعك يسمع. من سنه، هو يعتبر كان من شهر رمضان زي كده، لما جيت كمان بدات ان انا اسلم كمان العملاء، لما بدات اكبر واسلم العملاء في المنازل وبدات تثبت المصداقيه في المنازل واصور فيديوهات، لحد ما ربنا كرمني صور فيديوهات كتيره جدا طبعا، وبسلم العملاء في المنازل طبعا. طيب قول لي، انا من الحاجات اللي انت مشهور بيها جدا الركنه اكتر حاجه مشهور بيها، اللي هي اكتر حاجه مشهور بيها اللي هي الكونتر في كونتر، اللي بسلمها للعملاء وبسلمها للعملاء في المنازل، وبسلم شغل في طنطا وبني سويف والمنيا، بسلم شغل خارج القاهره وفي الجيزه. طيب قول لي، بطلع كمان لحد الحاجه وبنطلع لحد الحاجه وبنسلم، وكل واحد ليه مهام كمان. طيب قولي بقى، انت بتصمم الفورنيتشر او الاساس بتاعك بناء على ايه؟ ايه الاجراءات اللي بتعملها مع العميل؟ الاجراءات اللي بعملها مع العميل، العميل حسب ما هو طلب حضرته وعايز، عايز مثلا خشب زان احمر، عايز موسكي، عايز كونتر، عايز قماش سلفا، على حسب القماش، حسب اللي هو بيحدده بنقدر نشغل له عليه. في بقى في اللي هو مثلا انا بكلمك من على النت، ما فيش مثلا ثقه ان انا ادي لك ايه؟ ادي لك عربون، عادي بعمل له الشغل على نفس اللي هو طالبه وبعمله له وبسلمه له لحد ما يروح حد هناك من غير ما اخد جنيه عربون. لحد ما سلمه. معايا شغل فيديوهات برضه ده كتير قوي، اكيد هتتعرض كل الشغل بتاع حضرتك. لطنطا خلي بالك، لطنطا وديت طنطا شغل من غير ما اخد منه عربون، ووديت المنيا برضه شغل من غير ما اخد منه عربون، وديت شغل القاهره من غير ما اخد منه عربون، وبعمل شغل لحد الان ما زال بشتغل في الشغل برضه من غير ما اخد برضه منه عربون وبوديه لحد لا حد. بس في يعني اللي هو برضه الزبون اللي هو بيكون برضه الثقه برضه. لان في زبائن كتيره بتدخل تتكلم برضو، ممكن تديك عنوان غير عنوان اساسا برضو. يعني اهم حاجه هو انت بتعرف ازاي بقى الموضوع ده؟ والله هو اللي بتلاقي البني ادم اللي بيتعامل معاك بثقه هو بيتعامل معاك بثقه. مهما كان ان انا بتعامل مع تجار اساسا، شغل اصلا كان تجار، بيتجاريه في الكلام بيجاريه في الكلام اصلا اساسا شغل تجار. فاكيد شغل تجار، انا اصلا كنت بادئ اساسي بدايتي ان هي شغل تجار، بدل شغل تجار. ففيما بعد لما بدات ان انا اعمل لزبوني، فالزبوني اللي انا بعمل له شغله غير شغل التجار طبعا، شغل التاجر وعايز اللي انا مثلا هلزق فيه، او شغل معارض بيبقى ليه مواصفات معينه وشغل معين تاني. اما حسب الزبون حسب ما طالبه. تمام. واهم حاجه الاتفاق بتاع الزبون، اللي هو الاتفاق معايا هو اللي الاتفاق اللي هو عايزه بتسلمه له بيه. في بقى مثلا عندك اشكال بتوريها له اعمل لك عندي. عندي تصميمات، في حاجه اسمها شيلات دي بقى في الاسعار اللي هي بقى اللي هم 2500 و3000 و4500، برور الصور فيه ثابت، الثابت بيختلف عن الشيلات المتحركه. الخشب الكونتر بيختلف عن الخشب المسكي، عن خشب الزان، لان ده اسعار وده اسعار خالص. يعني في متر مثلا بيعمل 3500 جنيه، وفي ركنه كامله بتعمل 3500 جنيه. بيجي الزبون والله. طب انزل انت قلت لي يجي الزبون دلوقتي يقول لي طب عندك ركنه 5.5 متر بتبيعها ب 3.5، وفي شغل تاني متر بس ب 3500 جنيه. بس الخامات والماتيريال اكيد. الخامات الخامات معروف، هو المعروف حتى على التجار حتى على الاساس. انت بتعرفه بتعرفه دي حاجه ودي حاجه. اللي طبعا اللي بيطلب شغل عالي بيتابع معانا خطوه بخطوه، من اول خشب الزان الاحمر، من اول ما بيشوفه عندي في الفيوم، في ناس بتيجي تبص على الخشب والقماش والاسفنج، وفي ناس احيانا بتنزل كمان اللي تقطع قماشها كمان، يعني حسب المطالب وقماشك. اي عميل بيشوف قماشه
بيشوف اسافنجو، بس ده في اللي هو الاسعار بقى التانية اللي هو الخامات اللي هو عايزها. تمام. في حاجه بتعمل 2500 بس شغل تجار. اكيد شغل تجار. والسفنج ما بيبقاش يستمر عالي. لا الاسفنج بيبقى كثافه الاسفنج اللي ارتفاع الاسفنج 5 سم. كثافه الاسفنج بتاعته بتبقى 28 و30. ده اللي هو بتاع التجار، شغل التجار شغل ابو 2500 بيبقى القماشه الزبده، قماشه خفيفه. اكيد في ناس كتيره جابتها، واكيد ناس كتيره هتبقى عارفه الكلام اللي انا بقوله دلوقتي. طيب كلمنا بقى عن الغش التجاري اللي بيحصل دلوقتي باعتبارك بروفيشنال في موضوع الاساس. تمام. الغش اللي بيحصل دلوقتي، طبعا العميل لما بيجي دلوقتي يشوف اعلانات دلوقتي الفتره اللي احنا فيها دي، شايفين ان الشغل الركن 2500 و3000 و4000 بقى كتير قوي منه على الانترنت. بقى كتير. بيجد اي عميل دلوقتي لما بيجي يطلب يشوف ركنه ب 3500 او ب 4000 جنيه، طبعا 4000 هو ليه ان هو السعر. لو اتصل على المصنع او المعرض اللي بياخد منه هيقول له لا خشب زان، انا بشوف ناس بتكتب خشب زان وركنه ب 4000 جنيه، بشوفها ان مكتوب عليها خشب زان واسفنج كثافه 35. عامه لو طلب وقال له انا عايز ركنه بس هفتح ظهرها، لو العميل اتكلم ان هو كفاهم وانا هفتح ظهرها وبص شوف فيها كرتون ولا لا، هيشوف رد فعله التاجر او المعرض هيكون معاه ايه. طبعا في اكتر شغل من ده بيتعمل كرتون في السوق. اكتر شغله بيتعمل كرتون في السوق، واساسا اصلا اكتر اللي على مستوى محافظات مصر تما وبيبقى فيه كرتون وبيتعمل كرتون. اي ركنه بتتباع بتتباع للاسف العميل ولا بيشوف اي حاجه. العميل ما بيشوفش، العميل بيروح يشوف الحاجه كده خلاص، الشكل والمنظر كويس خلاص تمام ضن. خلاص تمام. الشكل والمنظر خلاص، انا شايف في الصوره لحد ما بتجي لي خلاص. لا انا الاول قبل ما تروح عند العميل بصور له فيديو عندي ان هي الظهر بتاعها كونتر والصدر كونتر والقعده كونتر. انا في فيديوهات عندي ركن ب 4000 جنيه بنطلع نقف على القعده بتاعتها، مفيش تلقائي على مستوى مصر ان واحد هيبيع ركنه ب 4000 جنيه ويقف على القعده بتاعتها. استحاله. لا طبعا استحاله. انا بتحدى اي حد ان هو يبيع ركنه على مستوى مصر ب 4000 جنيه ويطلع ان هو يقف على القعده بتاعتها او يطلع اي واحد على القعده بتاعتها. طبعا هنا بيقول تحدي، يعني هو واثق طبعا من الشغل اللي بتاعه، واثق من الخامات والماتيريال، مش اي حد ان احنا نقتمنه ونقول ده كويس احنا هنروح نشتري من عند الفورنيتشر. لا، محمود من الشباب اللي بجد اللي ليها خبره في المجال، وان هو حب بجد. احسن حاجه فيه ان هو مجتهد، ان هو مش عايز يستمر على خطوه، لا ده بيحب ان هو يستمر خطوه واثنين وثلاثه. يعني انتوا لو عملتوا النهارده سيرش على برضه على معرض المحبة أو مصنع المحبة هتلاقي حاجات كتيرة وريفيوهات كتيرة جدا من العملاء حقيقية، مباشر، فيديوهات مباشرة مش كلام وخلاص، لا يعني حاجات بجد تستاهل ان احنا ندخل ونشوف النهاردة هو عامل ايه الجديد عنده. طيب قول لي مين اللي حببك في المجال؟ يعني الموضوع دوت استحالة يكون جالك كده، بس اكيد حد حببك في المجال وبدأت تشتغل على نفسك اكتر عليه. ده هي هو المجال ان احنا واخدينه، احنا يعتبر خمسه. المجال اللي اساسي اللي كمان اللي اكتر واحد فيه اللي انا هو دلوقتي مع بعضينا المهندس كريم عوف. كريم عوف. ان احنا نقدر الهوايه بتاعتنا والغايه بتاعتنا ان احنا نقدر نصنع حاجه تكون تتجذب ليها في الايام دي على قد رفع الاسعار، ان الزبون والعميل يقدر يتعامل معانا ويقدر ياخدها بس تكون كويسه. ونقدر ان احنا نكون لما نكون في المجال ده ما حدش يعمل الجوده بتاعتنا بالسعر ده. تمام. هو ده نجاحنا، اللي احنا بنقدر نعمل حاجه على قد الامكان لاي حد يقدر متناول الايد ان هو يقدر ياخدها. دي هدفنا اللي احنا نعملها. احنا معانا شغل تقيل خشب زان احمر، ومعانا شغل ونقدر نعمل اعلى شغل حسب ده حسب ما العميل معاه عايز. تمام. بس احنا اللي احنا عايزينه ان احنا نفضل، لان في ناس وفي ارسام خلي بالك لو هي طول تجيب الركنه ب 1000 جنيه او ب 1500 في الايام دي هتجيبها. انا في دلوقتي والله العظيم في ناس بتاخد الركنه ب 1500 جنيه مستعمل والدورة ان هو يدخل يتجوز عليها. تمام. لو ب 2000 جنيه هيجيبها. تمام. ان في الايام دي. ايوه هستاذنك بس تفضل. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام ولسه مكملين حوارنا وحديثنا عن الاساس. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن ان انت ازاي بتاخد الحاجه وبتسلمها للعميل، وبدات ان انت تشتغل على نفسك، واكتر حد حببك في المجال قلت لي كريم، باشمهندس كريم. مهندس كريم. طيب حببك ازاي بقى في المجال؟
ان احنا بافكارنا ان احنا ازاي نفكر ان احنا نصنع حاجه ب 2000 ونص. يعني احنا كنا بنصنع شغل للتجار ب 1800 جنيه وب 1700 جنيه، ده كان شغل للتجار. طبعا طب احنا عشان ندي الشغل ده لا ما نديوش لزبوننا، هو التاجر ياخده المعرض ياخده ويبيعه زي ما يبيعوا لزبونه، بس احنا عايزين ان احنا زبوننا نتعامل معاه بثقه. تمام. فبدانا ان احنا نجاز نجيب قماش، نسافر نجيب من مصانع خشب من مصانع، ان احنا عشان انت عشان تقدر توفر اقل حاجه، لا ما اجيبش من محل لمحل او اجيب من تاجر لتاجر، ده هيرفع عليك غصب عنك حتى او اي مخلوق خلقه ربنا. طبعا فكرنا ان احنا نسافر من مصنع والمصانع، وكان اللص ماجد معايا برضو. اللص ماجد ده من اكتر الناس برضو تعبت معايا برضو، ما ننكرش غير حد. ومن اول بدايه تدوروا على افضل الخامات. بدانا ندور على افضل الخامات، بدانا ندور على المصانع نجيب مباشره من المصانع. بدانا نشتغل على النقطه دي لحد ما ربنا وفقنا، وعلى قد ما احنا شقينا واجتهدنا برضو ربنا بيوفقنا دلوقتي وربنا بيعوض علينا برضو. فدي هي اللي هدفنا برضو. طيب لو حد طلب منك عميل ان انت تعمل له الفورنيتشر الاساس بتاع الشقه بتاعته كلها، اعملها له كلها تمام، بياخد وقت قد ايه؟ مثلا الركنه مثلا، ولا الركنه الانتريه النيش؟ لا انا النيش، احنا النيش والاوض النوم وكده مش شغالين. انت انتريهات؟ انا انتريهات والركن. طيب بس بياخد منك وقت قد ايه؟ لا انا معايا حوالي، يكون انا ممكن بشغل فيها ايام بيبقى معايا ضغط شغل، ممكن نشغل بالعشان صناعي. يعني كوقت ممكن لو الشغل مقاسات والشغل كويس ياخد اقصى حاجه 10 ايام 15 يوم. اقصى حاجه؟ اقصى حاجه 10 15 يوم. اللي بقى قوي بيحصل فيه قليل قوي كمان. ده في ناس كمان ما بيعجبهاش 10 ايام كمان، بتبقى مستكتراه. لا ده قليل قوي، انا قلت انت هتقول شهر هتقول. لا انا لو من قيمه 8 ايام اهو، عامله طالبه مني ركنه 9 متر ومعايا شغل تجار وشغل معارض، ناس شغاله بقالها سنين معانا، ما ينفعش ان احنا نيجي لما ربنا يفتح علينا ان احنا نوقفهم وما نديهمش شغل. لا طبعا استحاله. انا عندي برضو شغل تجار ومعارض، في ناس بتاكل من ورانا لقمة عيش. احنا اهم حاجه النقطه ان في ناس بترزق معانا وفي ناس بتاكل لقمة عيش معانا، ده هدفنا. ان تعمل حاجه ان فيها لما حاجه ربنا بيكتر فيها ناس بترزق فيها، دي اللي ربنا بيمشيها غصب عن اي حد. اكيد طبعا. فده هدفنا. ارضاء العميل اهم حاجه. ارضاء العميل اهم حاجه. بس احنا برضو معانا شغل تجار، معانا شغل معارض، برضو ما ينفعش نوقفها. هم يمكن التجار والمعارض فاهمين كده. تمام. ما ينفعش ان انا اوقف وانت مش يبقى معاك بقالك سنين وكنت بتاخد مني. يعني انا الاول كنت كل فلفه لما زبون ياخد مني ركنه. ياه. ايوه. الشغل كان شغله كله ما كنتش بعمل شغل تقيل، كان شغلنا كله شغل التجار للتجار والمعارض. تمام. لما ربنا بدا يكرمنا، بدا ربنا يوسع علينا، وبدا في زباين كويسه جدا بتتعامل معانا والحمد لله رب. من احسن لاحسن. يعني معنى ذلك يا محمود انت شغلك في كل المحافظات. شغلنا في كل المحافظات بس ما عدا الاقصر واسوان والغردقه. وبتاخد الشغل وبتوديه من محافظه لمحافظه؟ باخد الشغل من محافظه لمحافظه. انا عايزين ننجح، عايزين نعمل، عندنا هدف حتى لو ما فيهوش. ده تعب عليك قوي. تعب اللي انت تاخد من هنا لهنا. كان في ايام بنقعد بنوزع شغل بالاربع ايام. اللص ماجد بنفسه هو اللي بيروح برضه يسلم الشغل، وكنت بطلع والحاج احمد، وفي فيديوهات كتيره الحاج احمد طلع يسلم فيها شغل، اللص ماجد سلم فيها شغل، اللص احمد سلم فيها شغل، انا سلمت فيها شغل. اهم حاجه عندنا اللي هو تسليم الشغل، لان لازم اصحاب الحاجه نفس اصحاب المصنع نفسهم هم اللي يسلموا العميل الشغل. مفيش صنايعي يسلم شغل للزبون. لا واهم حاجه انا اتعاملت مع عميلي خلاص، انا اتعامل مع عميلي لحد ما اسلمه الشغل. لسه ما جريت اتعامل مع عميله، يتعامل مع عميلك حد ما تسلمه الشغل. حلو قوي الموضوع ده. انت اللي انت معاك عميل لازم تفضل تتعامل معاه لحد ما تسلمه الشغل. احنا فريق. برافو عليكم. احنا فريق، كل واحد ليه اهميه، كل واحد ليه حاجه لازم يعملها عشان لازم نكمل بعضينا. لان احنا لو ما كملناش بعضينا انتوا فريق. عشان فريق. فريق ده تحدي، فريق. قلبنا على قلب بعض. حتى الصناعيه اللي شغاله معانا يحبوا يشتغلوا، وهم حابين يشتغلوا مع محمود والحاج احمد ومع كريم ومع اللسطة المهندس احمد سعودي، حابين ان يشتغلوا معانا. لا لان احنا حتى لو بيجوا يشتغلوا معانا الصناعيه كلها بالصغير بكبير، احنا فريق عمل، فريقنا حابب الشغل. لازم انت حابب الشغل معانا ولازم تحب شغلك، لازم واجب ان انت صاحب شغل، لازم اهم شيء اللي شغالين معاك. اللي شغالين معاك لازم تكسبهم ولازم تحببهم في الشغل. تمام. ده اهم شيء في الشغل عشان تكوني ناجحه. انجح في شغلك الاول. اكيد. النجاح في شغله وشغل نجح مع صناعيته ومع فريقه وناجحين مع بعضينا، هننجح ربنا اللي هيوفقنا.
طيب محمود، عايزه نصيحه تقدمها للمشاهدين عشان ما يقعوش فريسه لاي حد بيعمل الاساس ده. تمام. وبص، العميل اكتر حاجه بيلاقي ركن ب 2000 ونص، وركن ب 3000، ب 3000، وركن ب 4000، وركن ب 5000. العميل بيبص للسعر، ما يبصش مثلا جودتها ايه. اهم حاجه اللي يختلف، واحد بيباع ب 4 انا هكلمه، واحد بيباع ب 3 انا هكلمه، او واحد بيباع ب 2000. اللي اهم من الشيء اللي هو لما يجي يتكلم من اي حد من على النت، قال له ركنه ب 3000 جنيه او ب 4000 جنيه، قول له انا هفتح الظهر بتاع الركنه اشوف فيها خشب، اشوف فيها كرتون ولا لا. تمام. دي اهم شيء قولها له، لان اكتر الشغل في كرتون شغل التجار. اكيد. اكتر الشغل اكيد في كرتون. فلازم العميل يحذر من حاجه زي كده، ويحذر من القماش، ويقول له لان في قماش اللي هو زي القطيفه، هو قطيفه اسمه قطيفه زبده. القماشه دي خفيفه جدا جدا جدا، بتتقطع اكيد، فيها ناس كتيره جابتها، وفي ناس جربتها. تمام. وفي ناس دلوقتي يمكن فاهمه كلام اللي انا بقوله. اكيد اكيد. وفي ناس جت دلوقتي يمكن ان الكلام اللي بقوله في كرتونه لا يمكن فاهمه دلوقتي. تمام. فاهم حاجه ان هو العميل، حتى لو معانا في عملاء بيكلموني، وممكن اي حد برضه يبقى جربها معايا، الركنه ب 2000 ونص اللي بديها للتجار، يقولوا لي ب 2000 ونص، اقول لهم يا فندم فيها كرتون. يقول لي يا اقسم بالله ما بغير عليك. اكيد. ايوه فيها كرتون. اه شغل تجار معارض، ما مش اخدت منها، دي بتاعتك انا، بس انا بعرفك. اي نعم، في ناس على قد الايام، في الايام دي في الاسعار دي، ان هي لو لقيت الركنه ب 2000 جنيه تجيبها. يعني في ناس تقول لك يا، في ناس تقول لك على الركن، عملاء تقول لك على الركن ب 10000 جنيه و15000، لا ما مش قد كده. في ناس ثانيه هي لو ب 2000 جنيه ولا ب 1000 و1500 جنيه هتاخدها. اكيد. احنا وقت حلقتنا جري بسرعه طبعا، وكلامنا لسه سلام. مستمر، التتر اصلا تطلع على الهوا. بشكرك، بتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق. وعلى فكره في مفاجاه كبيره اصلا لاستاذ محمود، مش تبقى اول حلقه فيه ان شاء الله، حلقات تانية كتيره، وهننزل ونشوف المعرض ونصوره باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا محمود، بتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق. اللهم امين يا رب. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، استنونا الحلقات الجايه كتير مع هندي شاهين.